السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي حواء في كل مكان، يوم جديد، بداية أسبوع جديد، ويا رب يكون أسبوع طيب وكله خير يا رب من ربنا عز وجل، ويكون مليء بالتوفيق بإذن الله. في حلقة النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا من حواء، علشان موضوعنا خاص بأطفالنا اللي دايما بنقول إن تربيتهم مسؤولية كبيرة. هنناقش النهاردة الميول الجنسي المبكر عند الأطفال أو التربية الجنسية، ايه الاسباب الخاصه بالميول الجنسي، ايه علاماته، ازاي يتم التعامل من قبل الام والاب مع هذا الامر، وبشكل عام ازاي اتكلم مع اولادي في هذه الموضوعات من باب توعيتهم وحمايتهم عشان ما يكونش في اي شيء لا قدر الله في السن المبكر ده، والاهم كمان ازاي اراقب تصرفات اطفالي وسلوكياتهم واعرف كل اللي بيحصل بره البيت وجوه البيت بطريقه صحيحه علشان ايضا أحميهم من أي شر لا قدر الله. هنعرف كل ده من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهاردة، دكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القومي للأمومة والطفولة. برحب بيك ومنورني لأول مرة بيكون معانا أو بتكون معايا في برنامج حواء. حقيقي ربنا يخليك. يعني موضوع مهم، التربية الجنسية أو الميول الجنسي المبكر لدى الأطفال، امتى الام والاب بيبتدوا يتكلموا في مثل هذه الموضوعات مع اطفالهم؟ طيب، اول ما ابني يبدا يسال لازم اعرف اجاوب، فدايما بيقول هي الفروق الفرديه. تمام. الاسئله المحرجه بتبدا من امتى؟ بتبدا من 3 سنين أو 4، اكتشاف جسمه. فالموضوع بيبدا مع بعض الاطفال ان هو يبدا مثلا يعمل حركه بالتيشيرت، فيبدا الام والاب يزعقوا، فالموضوع يبقى عنده فوكس، فيبدأ يركز، فيبدأ يكرر هذا السلوك. في السن ده هو بيكتشف أعضاءه، بيكتشف جسمه، فتلاقيه حاطط إيده في أماكن معينة. ده اكتشاف ليس أكثر. من كتر التعنيف والزعيق أنت بتعمله مشكلة، عشان بيبدأ يشعر أن الجزء ده، في بعض الفتيات لما بيكبروا بيبدأوا يشعروا اضطراب تشوه الجسم، أنا عندي مشكلة عشان خاطر انا عملت لها مشكله فوكس على حاجه معينه، فبقى اصبح عندها مشكله او اضطراب قلق. فبعض الاطفال اصحاب الشخصيات القويه او الجريئه لما بتعملي فوكس او بتعلقي على هذا السلوك بشكل مستمر هيكرروه على طول، وده بيديهم برين ماب او خريطه مخ. تم اكتشف لو في ايدي موبايل، تم اعمل سيرش. طيب لو ما كانش ده، هيجي الستيب الثانيه مهمه جدا او الطريقه الثانيه، هيجي يسال من اول 4 لحد 6، انما يسال انا جيت ازاي. ما ينفعش افهمه اكتر من بابا بيحب ماما وعشان كده انت جيت. طيب اي اجابه خاطئه او بنقول عليها السم الجميل او الحاجات الخاطئه، الردود الخاطئه، لما تكبر هتعرف ده بيخليه اكثر فضولا ان هو يبدا يكتشف ويعمل سيرش فيجيب معلومه خاطئه. بس الرد البسيط اللي زي ده مع وقت الفراغ بقى يقعد يقرا حاجه مختلفه، يعمل حاجه، بيعدي مرور الكرام. بس الموضوع لو في رد غلط او تعنيف هيبدا يعمل سيرش من ورايا. طيب من اول 8 لحد 10 ببدا اقول له في حاجه بابا بيديها لماما، فبتعمل بالونه كبيره، البالونه دي اسمها الرحم، امتى بتبقى جواها، بعد كده بتيجي. فبناخدها بشكل ضحك وشكل موضوع لطيف جدا. نعم. بيعدي مرور الكرام. هنيجي نبدا بقى في المرحله دي هنجاوب عليه غلط او نقوله لما تكبر تاكدي ان هو في بدايه المراهقه قبل ما قبل البلوغ. البلوغ هو موضوع هرمونات بحته. موضوع المراهقه لها علاقه بالمعلومات واكتساب المعلومات اللي بياخدها. ليه سن المراهقه بيبدا بدري؟ عشان بيكتسبوا معلومات اكبر من سنهم او ما ينفعش ياخدوها. فسن المراهقه بدا بدري جدا من 10 سنين غير زمان كان 12 سنة. نعم، وده طبعا نتيجة التطور ووجود أجهزة الموبايل معانا برضه، إن هو بيبحث طول الوقت عن مثل هذه الأمور. من سن بقى 12 سنة، من سن خلاص دخل على البلوغ، لازم أدخل الطب في الموضوع، هجيب كتاب طبي بأسماء الجسم كلها، بكل اسم طبي بحت. بأعضاء الجسم كلها. لازم أعضاء الجسم كلها بشكل طبي علشان خاطر الأم مع البنت والأب مع الولد، عشان خاطر فكرة الكسوف او الخوف لازم تيجي من، لازم اكسر الحاجز ده واعمل جسر التعاون عشان خاطر هيكسف يقول لي. فانا لازم اللي اعمل البيئه دي او الجسر ان افهمه.
فيبدا اقول له لو علامات البلوغ بتبقى عامله ازاي الحاجات دي كلها، مش هيلجا الى السوشيال ميديا او جماعه الاصدقاء ياخد منه دي اقول بعد كده خطورتها عامله ازاي. طيب يعني حضرتك قلت لي في المراحل السنيه المختلفه من 3 سنين ووصلنا دلوقتي لمرحله البلوغ او سن المراهقه، ولكن اللي استشفيته او بشكل واضح علشان نبقى موضحين برضو لمشاهدينا انه انا ما ينفعش ما اتكلمش ولازم يكون عندي اجابات مقنعه عشان ابني ما يدورش بره. حقيقي عشان خاطر لو ما جاوبتش هيدور بره. بص لو كان شخصيتك قويه وجريئه هيدور بره وممكن ياخد معلومات مغلوطه. وفي اطفال بتدمن المواقع الاباحيه بسبب ايه؟ هو ما ردش عليه وهو من الشخصيات الاكثر فضولا عشان من الشخصيات القويه، فبيبدا يدور. هو الموضوع بالنسبه له اصبح ادمان سلوكي فقط لا غير. او أصحاب الشخصيات الانطوائية أو ما عندهم ثقة بالنفس أو الشخصيات الخجولة مش هيسأل. بس تأكدي إن هو مش هيتعرف على أعضاء جسمه، فهو يبقى عنده مشاكل لما يكبر شوية، هيبقى مشاكل حتى مع نفسه ويشوف نفسه مش حلو. في بعض الشخصيات في مرحلة المراهقة عشان تغيير الهرمونات والتقلبات المزاجية يشوف نفسه مش متقبل ذاته، وممكن نوصل لاضطرابات قلق وتوتر وحاجات كتيرة جدا بسبب ان انا اللي بدات ان انا ما عرفتوش على جسمه وحسيت له دي وصمه عار. زي لما بعرفه مثلا على بقول له ازاي يحمي نفسه من اي تحرش، بقول له مثلث العيب. مثلث العيب من اول رقبتك لحد ركبتك، ما ينفعش اقول حاجه معينه. طيب امتى انا في المراحل العمريه المختلفه ان انا اشوف ده حاجه طبيعيه وحاجه هنا غير طبيعيه او اضطرابات في سلوكياته في سن معين؟ يعني تقولي في كل مرحله كده ايه الطبيعي اللي الام لو شافته دي حاله طبيعيه ما فيش فيها اي قلق وما ينفعش كمان عنف في كل المراحل. طيب فكره اكتشاف اللي انا امسك الاعضاء ده شيء طبيعي جدا، بس ما قبل دخول البريكي او الحضانه ده شيء طبيعي اللي هو بيكتشف جسمه. طيب لو حصل بقى فجاه في شويه اعراض لازم تحصل ما قبل اي مشاكل او اي انحراف خالص، ايه بقى؟ بدا يجي له كوابيس، لازم هيبدا يجي له كوابيس او ذعر ليلي، فاكر الحلم او مش فاكره، بدا يخاف من ضلمه، بدا عنده حاجه اسمها اضطراب التعلق. اضطراب التعلق هو خايف ان هو يبعد عن ماما، المزادي بتيجي كلها في نفس التوقيت. ما نامش لوحدي، في اطفال كتيره ما تبقاش عايزه تنام لوحدها، هل دي اضطراب او ده في سلوكيات غلط؟ لا ده باكج بقى. في نفس التوقيت بقى انطوائيه او عايش في عالم افتراضي او بقى عنيف او بقى يلعب بالالعاب اللي عنده بشكل غريب في الاعضاء بتاعتها. فكل دي كل ده سوء تغذيه، سم مفرطة، نحافة جديدة، بدأ يخاف من المجاملات، تحصيل دراسي بيقل، لازم هيسبب أثر في التحصيل الدراسي ونقص التركيز وتشتت انتباه، مع اللي هو بدأ يجيله قلق وهمي من حاجات ما كانتش عنده. كل ده بلس اللي هو خايف ينام لوحده، أو بلس هو خايف من ضلمة، هو خايف يبعد عن بابا أو ماما اللي هو عنصر أمان بالنسبة له، مع بلس الكوابيس. كل ده بيديني ألارم اللي بقى فيه مشكلة. مشكله بقى حصل اكشن معين، اعتداء معين عليه، نعم، او اكشن هو حد كان كبير او حد صغير، او هو عمل سيرش او هو اتفرج على حاجه غريبه، وخصوصا لو كان البيت فيه تعنيف او فيه قسوه. كل ده مع القسوه او التعنيف بيؤدي لاكستريم تماما. يبقى انا ده، هل الاعراض اللي حضرتك بتقولها دي بتكون في اعمار سنيه معينه بيكون في مثل هذه الاعراض فتبتدي الام تركز في هذه المرحله العمريه على مثل هذه الاعراض من اول الطفوله المبكره؟ بس بنتكلم في الطفوله المبكره لحد 4 سنين، بس بنتكلم يعني من اول 4 سنين، من اول دخول يعني فكره البريكي او كده، مجتمع مختلف، لحد الطفوله المتاخره لحد 10 سنين. طول ما هي في الاكشن ده حصل، انا اتعرضت لمشكله او انا عندي مشكله. يبقى الحاجات الغير طبيعية، الذعر، الخوف، الانطوائية، بعض الكوابيس بالليل، عدم القدرة على البعد عن الأب والأم، وممكن توصل للتبول الإرادي. طيب يمكن التبول اللا إرادي ده بيكون موجود عند بعض الأطفال في مرحلة سنية معينة، إمتى أعرف إن دي حاجة طبيعية وإمتى مش حاجة طبيعية؟ لو كانت مصاحبة ليها، يعني هو كان كويس. احنا في الاول بنعمل ايه لو حصل تبول ارادي؟ بيبقى في جهاز، بنروح بنشوف الجهاز اللي مفيش مشكله، لو في مشكله بتعالج، لو مفيش مشكله يبقى موضوع نفس بحت.
فبنشوف ايه العنصر الجديد اللي حصل في حياته. في داتا جديده جت، رحنا في طفل زي ما بنقول احيانا بالزبط. اخر بس لازم لو احنا قلنا لا احنا عندنا خلل او عندنا انحراف او عندنا مشكله، لا لازم يكون ليه مصاحب اضطرابات سلوكيه واضحه سواء عصبيه عنف او الاكستريم تماما الانطوائيه والانعزاليه، بيقعد لوحده فترات طويله ولازم يحصل سوء تغذيه، لازم يحصل خايف من مجاملات او بدا يضرب اخواته بشكل غريب، بدا يخاف من حاجات ما كانش بيخاف منها. في اضطراب التعلق، اضطراب التعلق هو يا اما نوع من انواع الاسقاط يبقى عنيف مع الاب والام ويتطاول، او يبدا يحضنهم فترات طويله. فانا كده الباكج دي كلها مع التباول اللا ارادي، لا انا عندي ستوب، انا عندي مشكله. قلت لي من بين الحاجات الغير طبيعيه انه يبقى بيتعامل مع الالعاب بتاعته بشكل مختلف، هل دي من الاعراض المنتشره عند الاطفال؟ وامتى برضو اي سن اللي احس بيه ان هو الطفل كده؟ ما ساعات في ولد بيبقى بيحب يلعب مع العرايس مثلا، في بنوته بتبقى بتحب تلعب بالعربيات والحاجات اللي هي ممكن نقول بتاعه الاولاد، فامتى احس انه كده لا في اضطراب او كده في حاجه مش طبيعيه، بنتي او ابني عندهم ميول جنسي مختلف؟ طيب خلينا نصنف بقى، في حاجه منتاليتي مهمه جدا. الولاد اللي بتربوا في بيئه كلهم اخوات بنات او البنات اللي بتتربى في بيئه كلهم ولاد، فبيصبح الميول لايه؟ الولاد اللي مع البنات، لا العرايس، والبنات اللي بتتربى مع الولاد اللي المسدسات والحاجات اللي فيها اكشن وقتاليه، ودي عايزين نتكلم عليها بعد كده. فالموضوع ده لا، هو انا بشوف بقى انا بتعامل معاهم ازاي. يعني بتعامل بقى بقسوه مع البنات، مع الولاد قسوه شديده وتعنيف، ومفيش حاجه اسمها بنات. يعني في بعض العائلات ان البنت بتطلع عليها جميله واموره وكل حاجه، وفي عائلات ما عندهمش كده، هما انت ولد زيهم. فطبيعي ان الميول دي كارثه، عشان هي مش بتعيش حياتها الطبيعيه وطفولتها الطبيعيه زي اقرانها. ونفس الكلام الولاد، فهو بتلاقيه دايما قدوته بتاخد من البيئه المحيطه اللي موجوده فيها سواء بنت او ولد بالظبط. فبنشوف قدوته تبقى اخته، حتى ميوله لما بنعمله اختبار او مقاييس بتاع توصيف الالوان، كل الالوان الحاجات اللي ليها حنيه وليها علاقه بالالوان، عدم جذب الانتباه والعاطفه، ليه؟ عشان هو كل ميوله ليه حاجات الخاصه باخته البنات. حتى في المهن، حتى مثلا ايه نوع من انواع مهاراتك، هتلاقيه كلها حاجات يدويه ليها علاقه بالبنات، والولاد العكس. فدي البيئات اللي احنا دايما بنربي الولاد زي البنات او البنات زي الولاد، ودي كارثه. انا مش بتكلم عن فروق فرديه، يعني عندي ثلاث ولاد ومعهم بنت فلازم يتربوا زي الولاد، ودي كارثه. فتلاقي الميول بشكل ده منتاليتي، هتلاقي الميول بشكل مختلف. طيب لو اتكلمنا على اللعب مع، يعني دلوقتي مش بتكلم مع لعب مع العرايس او مسدسات، انا بتكلم على شكل اللعب، شكل اللعب اللي انا كنت بلعب مع العرايس بشكل طبيعي، فجاه انا بدات العب في او امسك حاجات معينه او اعضاء معينه في اللعبه بشكل مستمر. نعم. طيب ده لو حصل فجاه مع الاعراض اللي قلنا عليها عندنا مشكله. لو حصل مع اللي هو بيكتشف جسمه من 4 سنين احنا ما عندناش مشكله، طول ما فيش اعراض اللي احنا اتكلمنا عليها احنا ما عندناش مشكله. يبقى لازم الاعراض تكون كلها مع بعض موجوده، او لكن معظمها. معظمها. لو بيلعب، لو بيتم اماكن معينه مع بلس تواجد الاعراض اللي احنا قلنا عليها. طيب عمل كده في الفتره بتاع بيشوف جسمه مفيش مشاكل، بقى اشوف انا الاول بس لو هو ما راحش بريكي، طب انا نوع العقاب او التعنيف، عشان في بعض العائلات بتحط شطه على البق عشان خاطر كنوع من العقاب عشان ما يعملش كده تاني، فبيبدا الطفل لو كان من شخصيات الخجوله مش بيعمل كده، بس بيشعر ان لو عمله ده فيه مشكله، فبقى عنده مشكله بعد كده في تربيه جنسيه في المستقبل. ولو كان مش شخصيته قويه بقى انا كده بعمل له فوكس مور على الجزئيه دي. تمام. كلمتني عن اختبار الالوان وايضا بعض الالعاب اللي احنا يمكن بنشوفها في التطور التكنولوجي اللي موجود واللي لازم اتابع فيها اولادي، الجزئيه دي تحديدا محتاجه شرح اكبر، ولكن هنخرج لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم مره اخرى. بنجدد ترحيب بحضراتكم مرة أخرى، وبنجدد ترحيب بحضرتك يا دكتور نور، مشرفنا والحقيقة معلومات كتيرة قدرنا إن احنا نستفيد بيها مع حضرتك. خلينا ناخد فايزة. يا فايزة اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أستاذة وسعيدين بيكم جدا. أهلا بيكي، اتفضلي يا أستاذة فايزة. والله أنا معايا ابني في ثانية إعدادي، بس هو شاطر جدا وذكي ومسمينه فصيح ويهزر وبيضحكني،
بس مش قادر يلم بالمناهج بتاعت المدرسة. تمام، ما بيذاكرش يعني كويس بالقدر اللي حضرتك شايفة ان هو محتاجه، ولكن هو ذكي وبيبقى بيتعامل، يعني ما عندوش اي مشاكل ذهنية ولا اي مشاكل في اي حاجة، مظبوط؟ نهائي، هو شاطر جدا بس مش قادر يلم بالمناهج طبعا، الحساب والعرب والانجليزي. مثلا راح امتحن النهاردة وقال لي انا جاوبت يا ماما في الانجليزي. تمام، بس عنده حتة ان هو مش قادر يلم بالمناهج، بيقول لي انا عاوز اموت نفسي يا ماما، موتيني. انا كنت هرمي نفسي في الميه، بقول له يا ابني احنا ربنا خلقنا للعباده، مش عشان مشكله. قلت له الدروس خلاص. طيب، انا زعلت بس ما تعقدت كده. طيب خليني اسالك يا استاذه فايزه، هل دي اعراض جديده على عليه ان هو بيقول انا عايزه انتحر او ارمي نفسي في الميه، ولا ده بيكون نتيجه ان هو مثلا مش قادر يحصل او بيحل مش كويس فانا زعلان من نفسي جدا؟ وقت التحصيل والله، وماخد احسن قارئ في الدرس، وماخد احسن قارئ في الكتاب. فانا عاوزه احل مشكله ان هو يقول لي انا عاوزه اموت نفسي وانا مش قادر على المناهج. طيب ابنك بيلعب رياضه او في اي مواهب بتنميها فيه، ولا هو بس الدراسه ورجوع للمنزل وفقط؟ والله هو بيحب يركب عجل كده، يعني لو ليه اي حاجه بقول له تعالى. مثلا هو عنده انه كمان حته ان هو قصير شويه، فالعيال بيقولوا له يا قصير انت ومش عارف ايه، وبتضايق برضه من حته. تمام، بيتعرض لتنمر يعني في المدرسه. بتضايق جدا من العيال. قلت له يا ابني شوف مثلا، يعني لما اقدر معاق شوف اللي قاعد مكانه، وشوف ادي مثلا يا ابني الحاجات دي. انا عاوزه ارد بصراحه بجد ان هو يقول لي انا مثلا عاوزه اموت نفسي وقت الدروس بالتحديد. يعني دلوقتي بيلعب، ما بيزهقش من اللعب والالعاب بيجيب وكده. طيب دكتور نور، عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذه فايزه. نعم. هو حركته زياده جدا. تمام، ده بيحرق كل الاكل اللي هو بياكله من كتر الحركه بتاعته. تمام، وبقرقط في صوابعه شويه. تمام، مع انه حنين وكده ويحضني وبوسني واكثر من اخوه الثاني قريب مني. طيب دكتور نور هيرد على حضرتك حالا يا استاذه فايزه، انا بتهيالي حاجه كده وصلت للتشخيص. تمام. احنا عندنا في فرق، لازم نتاكد هو احنا هايبر اكتيف ولا اي دي اتش دي مصاحب ليه تشتت انتباه، عشان الاثنين مختلفين، عشان الاثنين اعراض متشابهه شويه. يعني هايبر اكتيف هو مش بيقعد قدام المذاكره فترات طويله، يعني كل 30 دقيقه بيفصل المسارات العصبيه بتحصل في المخ ستوب، فبيبدا ريكفري تاني، فلازم يقوم او يعمل اي حاجه. بس الاي دي اتش دي مصاحب ليه تشتت انتباه بيتزايد مع الوقت، وبلاقي التحصيل مفيش تحصيل دراسي، مفيش ان، مفيش اوت، الذاكره قصيره المدى. تمام، بس محتاجه دلوقتي وهي بتسمعنا، انا مثلا وانا قاعد بتفرج على التلفزيون راسي تحت ورجلي فوق، بقعد اتنطط وانا قاعد بتفرج في حاجه ثابته، بتفرج على التلفزيون فترات طويله، دي كده عندنا مشكله كبيره، سواء هايبر اكتيف او اي دي اتش دي فرط حركه وصاحب ليه تشتت انتباه، انا كده عندي مشكله. طب ايه الحاجه لو مش عارف اروح استشاري اعمل ايه؟ اقلل المواد الحافظه، الالوان الصناعيه، لو في حاجه فيها سكر، شوكولاته، نسبه الكافيين، لازم امارس الرياضه باي شكل من اشكال عشان تطلع الهايبر اكتيف اللي عنده الطاقه الزياده. تمام، عشان خدي بالك ان في فوكس ودايما هيتقال له ما تقعد شويه وانت حركتك زياده، الحاجات دي كلها بتدمره نفسيا، وبيشعر ان هو ما عنده ثقه بنفسه بسبب التنمر اللي حواليه، عشان ده الف ب في الاي دي اتش دي، دايما الناس بتوصمه بهذا الشكل. طيب لما اروح الرياضه فترات طويله هو بيطلع هايبر اكتيف مع تقليل السكريات والحاجات اللي قلنا عليها. تمام، هيتبقى عندي مشكله في المسارات العصبيه، في التركيز والانتباه وقوه الملاحظه ومهارات الحفظ. ففي حاجات جديده نزلت لأكتر من ابلكيشن، او ممكن نقول شيتات نزلت اسمها برين جيم او تدريبات ذهنيه، ممكن بننزلها بيقعد عليها 30 دقيقه كل يوم. بتعمل ايه؟ بتبقى مالتي تاسك، بتخليه تركيزه زياده وانتباهه زياده، فكده مرن المشاكل اللي حصلت في التركيز، حتى لو راح رياضه هيتبقى عنده مشكله في التركيز. طيب يعني هو يلعب رياضه وتقلل السكريات والمواد الحافظه، يعني يبقى بياكل صحي، ما يبقاش مزبوط. بياكل غير صحي. تمام، والحاجه الثالثه ان هي تنزل التدريبات الذهنيه او حاجات اللي ليها علاقه بنسميها برين جيم او صور مش متشابهه، ليها اكتر من اسم يعني، بس هي تقول التدريبات الذهنيه، حاجات بيقعد يحلها لمده 30 دقيقه مالتي تاسك، خليه يركز يعني. طبعا، وده هيساعده ان هو يبقى بيحفظ وبيستجمع او بيبقى عنده قدره مزبوط. على التحصيل الدراسي. بس احنا عندنا مشكله في مش جزئيه بس التنمر دي، انا يعني في ايذاء النفس الغير انتحاريه، يعني لو بدات احس ان هو هيبدا ياذي نفسه لازم اعرف اشخص او لازم اروح لحد. لو في ايذاء النفس الغير انتحاريه مش عايز انتحر، بس هو بيأذي نفسه عشان خاطر هو بيتعرض للتنمر، انا لازم استشير حد.
لو حصل بعد كده انا محتاج استشير حد. تمام. طيب حضرتك كنت بتقولي على الجزء الالعاب، الالعاب ايه امتى اقلق؟ لما احس ان ابني او بنتي بيلعبوا العاب عنيفه او بيتوجهوا ل يعني ولد وبيلعب العاب البنات. طيب الالعاب انا بتخوف بشكل عام جنرال من الالعاب القتاليه. تمام. عشان الالعاب القتاليه بسبب الولاد او البنات في حاجه اسمها الدوجمه او محاده التبلد، هو بيكتسب ان غصبا عنه من الوان الدكنه اللي بتجيله ده اضطراب اسمه اضطراب الاكتئابي، وده بيحصل كتير جدا. تمام. او اضطراب ثنائي القطب. الاثنين دول مع كثره متلازمه العالم الافتراضي وعدد الساعات الزياده قدامها بيخش بيقلل السيرتونين والدوبامين والكورتيزول بيزيد قوي في الجسم، فبيبدا يميل يبقى شخص عنيف. فالشخص العنيف قد يميل الى الساديه، فبيبدا يشوف الحاجات اللي ليها علاقه بايذاء الاخرين، فممكن يدور على حاجه اكستريم غير حقيقيه. طيب لما الولد في بدايه المراهقه بنتكلم على 12 سنه بدا يكمل او بدا يلعب العاب ليها علاقه بالبنات، بيبدا يقلد البنات سواء كان في لبسه او كان في نوعيه الفيديوهات اللي هو بيتفرج عليها، او في علاقاته بقت غريبه سواء كان في الكلام او من خلال المحادثات، لا انا كده كان عندي مشكله. طيب خلينا ناخد دكتور حسن القصبي الاستاذ بجامعه الازهر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ سالي وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. يعني دكتور حسن، موضوع مهم والتربيه الجنسيه وحدود العلاقه ما بين الاب والام، ويمكن دكتور نور قال لنا انه في مرحله معينه من مراحل المراهقه اللي انا ابتدي الطفل لما يسالني اسئله محرجه او انا جيت ازاي فابتدي اجاوب بطريقه معينه. ازاي ديننا الحنيف حسنا ووجهنا على تربية أولادنا في هذا الإطار، وفي نفس الوقت نحميهم من بعض الفيديوهات أو بعض التطبيقات اللي بتروج للشذوذ الجنسي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي حضرتك والبرنامج الكريم على اختيار هذا الموضوع واستضافة قامة في هذا الميدان. الابن أو الولد الصغير ينشأ على ما يراه بداية في البيئة المحيطة به الصغيرة. نعم. والبيئة المحيطة به الصغيرة المراد بها الأسرة، فلا بد أن تكون الأسرة الأب والأم على وعي كامل بما ينبغي أن يتعلمه الأبناء في الصغر. تمام. يراعوا اللفظ، يراعوا الفعل، يراعوا الحركة، يراعوا ما بينهم من علاقة لا بد أن تكون محاطة بأمور لا تصل إلى الأبناء، هذا في مرحلة الصغر. نعم. يبدأ الولد يكبر ويتداخل وسائل التواصل ويتداخل الثروة الكبيرة من الاتصالات، فيبدأ ينمو عنده في داخله وما يراه بعض الأسئلة الحائرة، من أين جئت، كيف تكونت، إلى آخره. الشرع علمنا حتى هذا ليس في مجال الصغار فحسب، وإنما في أي مجال سواء صغار أو كبار، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، لأن خطبة الناس على قدر عقولهم تجعل الإنسان يصدق ولا يكذب، يجعل الإنسان يتناسب ويبقى في انسجام بينه وبين عقله الذي يراه. ممكن تبقى الإجابات ليست بالتفصيل وإنما إجابات عامة. الله عز وجل خلقنا من ذكر وأنثى، وهذه العلاقة شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن مع التأكيد أن لكل شيء أوانه، وأن المعلومات لابد أن تؤخذ بقدرها في كل مرحلة من مراحل الحياة. نعم. الإسلام علمنا أيضا كيف نتعامل. الطفل ده أو عندما يبلغ سيدخل في مرحلة أنه قد يؤدي إلى جنابة فيأتي للاغتسال، لابد أعلمه ذلك، لابد أن أعلمه كيفية الاغتسال وأن هذا أمر خلقه الله في جسد الإنسان وأنه أمر ينمو مع الطبيعة مع خلق الله عز وجل. وهذا ما نفعله عندما ندرس لأبنائنا في الفقه في الإسلام هذه المسائل بسهولة ويسر في سن صغير. نعم. يبقى التعليم بضوابط لا شيء فيه، بل إنه يحفظ الأبناء خاصة في مرحلة المراهقة، هذه المرحلة التي تغلب عليهم في بعض الأحيان شهوة ما فلا بد أن تهذب. نعم. الأمر الثاني، الدين يهذب كل الأخلاق، بمعنى صحيح. الدين هو الذي يجعل الإنسان يصدق أن هذه المرحلة لا بد أن تحافظ على نفسك فيها. هذه نعم. مرحلة بناء الجسد، هذه مرحلة بناء العقل، فلا تفرط في نعم الله عز وجل. إن الولد إذا تربى على هذا الإيمان الذي يحفظه سيحفظ في هذه المرحلة. هياخذ الإيمان منين يا أستاذ سالي؟ نعم. سيأخذ الإيمان من الآباء تطبيقا عمليا. نعم. يرى الأب في أخلاقه سويا،
يرى الأم في أخلاقها سوية، نعم. لا يرى كذب وإنما يرى صدق. صحيح. يرى في أبويه الصدق، سيسمع منهم كل نصيحة بقلب مطمئن سليم. صحيح. وسيكون هما المصدر الأساسي لكل معلومة للأبناء. أنا بشكر حضرتك يا دكتور حسن على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. دكتور حسن من الناحية الشرعية أكد على الناحية النفسية والطبية كما ذكرت لنا دكتور نور. أنا بشكر حضرتك وشرفتني نورتني، ويمكن الوقت مرة سريعا، وإن شاء الله حضرتك تكون معنا في مرات قادمة بإذن الله. أكيد. شكرا جزيلا. شرفني يا رب. شكرا جزيلا. المعلومات ومصادر المعلومات ورعايتنا لأولادنا والكم الكبير من المعلومات والمشاهدات والألعاب والاختراقات اللي بيتم ترويجها، اللي بتحاول أو بيترويجها بشكل اللي هو إيه، انفتاح وعولمة، ولازم نبقى مواكبين هذا الكم الكبير من المعلومات لدى الأطفال، والأفكار اللي بنقول عليها أفكار متطرفة بتؤدي من الصغر أو بنحاول إن إحنا نوجهها لأطفالنا، لازم تكون من مصدرها الصحيح حتى لا تأخذنا إلى الشذوذ الجنسي في نهاية المطاف. متابعتنا لأولادنا مهمة جدا، إن إحنا نشوف لكل مرحلة وكم المعلومات اللي دخلنا علشان ما يكونش فيه شيء أكبر منهم ما يقدروش يستوعبوه أو يتوجهوا لأفعال خاطئة لا قدر الله. ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أولادكم إن شاء الله. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من حواء.